طالما بتسمع الفيديو ده يبقى انت اكيد واحد من المهتمين بقضية راجح والبنا، وطبعا القضية دي شغلت اغلب الناس في الرأي العام، وناس كتير جدا انشغلت بيها، وناس متأثرة راجع تحت السن وراجع فوق السن، وكتير من الناس بقالها اسبوعين ثلاثة كل تفكيرها بيدور هيتم اعدام راجح ولا مش هيتم اعدام راجح، هيتم تحقيق العدل ولا الظلم هيفضل مستمر. انا وظيفتي كيوتيوبر، انا عارف ان انت سمحت مش هقول لك 20 30 فيديو، يمكن 40 فيديو عن هذا الموضوع. انا بطلب منك انك تكمل الفيديو ده للاخر وتكون متفق معايا او رافض، قول لي رايك بالتفصيل الممل، اسمع الفيديو قول رايك وقيمه وشوف فعلا انا طريقه تفكيري دي صح ولا غلط. انا وظيفتي كيوتيوبر او كواحد منشئ محتوى او كواحد بوجه نصيحه لاي شخص ايا كان، لو حتى شخصين ثلاثه بيسمعوا الفيديو ده، وظيفتي ان انا اوجهها بما يرضي الله. ما ينفعش ان انا اوجه نصيحه يكون هدفي منها ان انا اجيب مشاهدات او ان انا اعلى شويه او ان انا اكبر قناتي في سبيل ان انا اضيع ناس كتير جدا. لازم تكون النصيحه بما يرضي الله. يعني ما ينفعش النهارده اقول لك راجل هياخد براءه انت لازم تنزل ولازم تقف قدام المحكمه ولازم تعمل ولازم تخلي. انا في اول فيديو عملته اتكلمت فيه عن قضيه راجح والبنا، قلت لك ان في قاضي هيتحمل نتيجه الحكم اللي بيحكمه، وفي قصاص احنا بنتمنى انه يكون عادل، ولكن في النهايه في قضاء. انت كل اللي عليك انك تشير، انك تشارك، انك تعمل كل اللي تقدر عليه. لكن ان انا انصحك نصيحه مضره، ان انا اقول لك انت لازم تكون متواجد في الشارع، انت لازم تعمل، انت لازم تخلي، انا لا اقدر انصحك به. الاول اللي حصل ده مأساة بكل ما تملكه الكلمه من معاني، ولكن ليست الاولى وليست الاخيره. لو تم اعدام راجح بعد سنه او اتنين خلاص كلنا نسينا محمود البنا ونسينا راجح والموضوع انتهى. لو راجح خد براءه برضه هننسى والموضوع هيندثر وكان شيئا لم يكن. طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض يكون دورنا ايه؟ المفروض يكون دورنا القضية ماشية في مجراها، والقضية هتاخد وقتها، والقضية هتفضل تأجل فيها 70 مرة، ورجح هيطلع أقل من السن، واحتمال كبير ياخد 10 سنين، والموضوع ده كلنا أصبحنا عارفينه. وكل اللي بنعمله، كل اللي اليوتيوبر بيعمله، إنه بيطلع يصدر لك كمية من الطاقة السلبية، كمية من الإحباط، يحسسك إن أنت عايش في غابة من الظلم، يبدأ إن هو يشحنك بكمية من الطاقة السلبية اللي ممكن تقفل لك يومك كله، وتحسسك إنك كاره المجتمع وكاره بلدك وكاره كل حاجة أنت عايش فيها. الأول أنت في العمر اللي انا بوجه له، انا اغلب الناس اللي بتشوف فيديوهاتي سنها من 20 ل 30 سنه، انت في العمر ده ما زلت لسه صغير، ما زلت لسه ما انتش في مركز قياده، ما انتش في مركز سلطه، ما انتش قادر تعمل اي حاجه. انت المفروض تبدا بنفسك، تبدا التغيير من عندك، تبدا تاخد خطوه. المفروض احنا كلنا نبدا نعمل حاجه لمحمود البنا. انا عارف ان القتل ده حاجه صعبه جدا، ولكن انا بطالب ان احنا نخلد ذكرى محمود البنا من خلال عمل خيري ضخم جدا، يكون هو ده الحاجه الوحيده، العمل الصالح الباقي لي. ما ينفعش كلنا نتكلم ونقول محمود البنا محمود البنا وراجع وخلاص، وبعد ما يتم الاعدام نخلنا خلاص كده ادينا مهمتنا. لا، انت ما اديتش مهمتك. اوعى تكون مفكر ان الاعدام ده هيهدي محمود البنا في تربته وهيريحه والكلام ده كله. والله والله الكلام ده كله كلام بشر، مجرد بشر بيتداولوا الكلام ده. محدش فينا مات قبل كده وجرب الموت وعرف الميت ده بيرتاح ولا ما بيرتاحش لما اللي قتله يموت، والحاجات دي كلها. اي واحد مننا لما بيحضر حاجة، انت ما بتسمع مثلا عن قضية في الصعيد ومشكلة طار، ويجي واحد يحل المشكلة وتلاقي المشكلة اتحلت، انت بيبقى نفسك انها تتحل رغم انك عارف انها قتل عمد، ولكن انت مش حابب ان القتل وان الدم يكون مصارمة بيننا. انا بطلب من الكل ان هو يحترم، حاول انك تحترم القانون، احترم القانون لحد ما تجيلك فرصة انك تعدله، انك تغير فيه، يكون انت شمعة في وسط الظلام المنتشر. انت كيوتيوبر ما تحاولش انك تحس الناس انها تنزل الشوارع، انها تتظاهر، انها تتنمرض على كل حاجة، كل حاجة وحشة، لا مش كل حاجة وحشة. لو كل حاجة وحشة في البلد، حاول تكون انت الضي اللي ماشي فيها، حاول انت تكون اللي بتنورها، حاول تبدأ من المشاكل الصغيرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الواحد لما بيستهون بالذنوب الصغيرة بتضيعه. ليه؟ لان الجبال من الحصى. المشاكل الكبيرة في البلد موجودة، الفساد موجود، مستفر في البلد بمعنى ذاك، ولكن الفساد الصغير هو الأكبر في البلد. يعني وإن كانت الوزارات بايظة فالمحليات هي اللي مدمرة كل شيء. أنت الحق اللي ما بيوصلكش في بلدك والحق اللي ما بيوصلكش في قريتك يتمثل في رشوة صغيرة بياخدها موظف صغير في المحليات. المفروض أنت تكشف كل حاجة زي كده، تتكلم عن أي حاجة من هذا القبيل، ما تفضلش تبص لفوق وخلاص وسايب اللي تحت رجليك. لو كل واحد بدأ من اللي عنده، كل واحد بدأ وأخذ الخطوة من اللي عنده، كلنا هنتغير وكلنا هنبدأ. أنا بطالب من الجميع، الكل يبدأ، عايزين ناخد خطوة، عايزين نعمل عمل لمحمود البنا. يعني
وليكن المحكمة حكمت على راجح ب15 سنة حبس. المفروض والحق ان ابو محمود البنا يكون ليه دية، حق ابنه ياخده، ومش اقول له بقى ما تاخدش حق ابنك واستنى القصاص واستنى القتل، ولما يطلع يقتله وابدا اشحن طاقة سلبية ونقف قدام المحكمة ونحصر. لا ده في النهاية في قضاء، وفي النهاية ان اللي بيعفو وبيصفح بيكون عند ربنا في درجات اعلى بكتير. لازم نتعود على كده، ولازم يكون عندنا البند ده في تفكيرنا وفي اسلوبنا. ما ينفعش اشحنك بكميه من الطاقه السلبيه انت لازم تنزل تقف بكره قدام ميدان كذا. لا حاجه دي انا هقول الكلام ده، انا عارف ان في ناس كتير جدا هتعمل ديسلايك دلوقتي وهتقول ان متعارضين معاك، وازاي تقول حاجه زي كده. انا وطبعا ما حدش فينا يتمنى ان يكون في موقف زي ده. لو كنت في موقف زي ده انا هقدم القضية وهرفع وهاخد حقي وهقوم محامي وهقوم بكل الاجراءات القانونية وهشتكي لربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية اي تعويض مادي انا هاخده وهبدأ ان انا اعمل به عمل خيري يكون باقي في ذكرى لابني. يعني الحاجة دي هي اللي هتكون باقية بعد 10 سنين. الناس هيكون مثلا في مستشفى باسم محمود البنا، اي حد هيدخل اي حد هيتم شفاءه فيها هيتم الدعاء ليه. لو بنى مسجد بس لمحمود البنا اي حد هيصلي فيه. يعني اي واحد فينا بيموت بينقطع عمله الا من ثلاث. ما تفكرش بقى حكاية بقى شفايين الغليل وناخد بالطار، الحاجات دي كلها مطلوبة جدا. القصاص مطلوب والقصاص مذكور في القرآن، ولكن لو مفيش قصاص مش هينفع ان انا اوجه مئات والاف من الشباب اقول لهم انتوا لازم تروحوا وتقفوا قدام المحكمة وتعملوا معارضة. هديك مثال بسيط جدا، المقاول محمد علي طلع اتكلم عن فكرة ايا إن كان انت كنت متفق معاها او معارض. الفكرة دي راح ضحيتها حوالي 2000 مواطن. أرهنك لو كنت انت عارف منهم 10 أشخاص بس، مجرد أشخاص شافوا فيديو انفعل قدامه بدأوا ان هم يتحركوا أخذوا الخطوة، الناس دي راحت وانتهت، تحت في الظلام وبقتش موجودة. انت خلاص ما تعرفش عنها حاجة. انت عارف ان محمد علي كان بيفكر ان هو يعمل انقلاب يعمل اي حاجة وفشلت. الناس اللي راحت دي خلاص انتهى موضوعها. لازم تكون موضوعي، لازم وانت بتقدم النصيحة لحد تقدمها بما يرضي الله، لازم تقدم النصيحة على قدر الشخص اللي بتقدمها له. ما ينفعش ان انا اقدم لك النصيحة واقول لك هد الدنيا، استحقر اي حاجة انت موجود فيها، اكره المجتمع اللي انت عايش فيه. لا، صلح في المجتمع، ابدأ صلح اصغر حاجة. لو انت عمرك 15-16 سنة، الحاجة اللي تقدر تعملها في بلدك في قريتك في عزبتك في البيت اللي انت قاعد فيه حاول انك تصلحها. ابدأ بنفسك، خد خطوة. صدقني لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، كل واحد بدأ يكون شمعة في الظلام اللي احنا عايشين فيه، هنبدأ ان احنا نغير ونبدأ ان احنا نتطور. ما ينفعش تكون كل حياتنا قيل وقال ونبدأ ان احنا نشحن في بعض. امبارح اتكلمنا عن حادثة القطر وان الكمسري رمى الناس من القطر والناس ماتت وخلاص الموضوع توقف على كده. لا، المفروض نبدأ نفكر في حل للبعض جاي ليه، نفكر في فرص عمل، نفكر في طرق نسهل بها على الناس عشتها. انت عارف ان الرجل اللي رمى نفسه من القطر ده كانش يملك التذكرة. اكيد لو كان يملك التذكرة كان دفع فلوسها وما كانش رمى نفسه من القطر. في النهاية كان بائع جائل. المفروض تدور ايه اللي خلاه اصلا بائع جائل، ايه اللي خلاه ما يملكش في جيبه 70 جنيه مع ان هما ملهمش قيمة اصلا. لازم تفكر في كل النقاط دي. ما ينفعش ان يكون كل هدفك على السوشيال ميديا تقعد تسمع فيديو يشحنك بطاقة سلبية يعكنن عليك يومك كله، لان يوميا على الله. يعني لو احنا اتبعنا مثلا في نشر الحوادث ونشر المصائب اللي بتحصل في البلد، كل يوم هتلاقي مصيبة، هتحس ان انت مش عارف تشتغل، مش عارف تنتج، مش عارف تعمل اي حاجة في يومك. هتحس ان يومك مقفول منك، مفيش اي حاجة انت مستفيد بيها في يومك. كل اللي بتعمله انك بتفتح النت تبص تتعكنن تقفل، في حين ان ممكن 90% او 70% سيدي من اليوتيوبر اللي قاعدين على اليوتيوب بيرفع الفيديو ينفعل يجيب الدم يسخنك جدا، يوصلك لمرحلة من الاكتئاب والحزن، تحس ان انت هتموت، مش عارف تتصرف، مش عارف تعمل اي حاجة، وبعد كده يلا سيجارته ويتكل على الله وكده عمل الفيديو ورفعه بقى ويبدأ ان هو يقعد يتأمل ويشوف في المشاهدات. انت كمشاهد، انت كواحد قاعد قدام فيديو بتكون فريسة، سواء كان لواحد بينصحك لوجه الله، واحد بينصحك لوجه المشاهدات والوجه اللايكات والوجه الشير، عايز الفيديو بتاعه يحصل له كمية من الشير. لازم يكون عندك كمية من العقل، لازم تكون عندك كمية من الوعي. ما ينفعش انك ينفع ان انت تعمل كل حاجة ولكن الحاجة اللي في استطاعتك، ينفع ان انت تحاول تغير ولكن في مقدورك. ما ينفعش ان انت تنفعل توصل بمرحلة من الانفعال تضيع نفسك، لان احنا عايزينك عضو منتج، عايزينك موجود معنا، مش عايزين نخسرك ونقول ده راح عمل مظاهرة واصبح مش موجود وتم التحفظ عليه وتم حبسه. الوضع سيء، اي حد بيروح ما بيرجعش. لازم نحافظ على بعض، لازم نمسك بعض، لازم نكون كلنا ايد واحدة ونقف جنب بعض. ما ينفعش ان انا امرك باي حاجة انا مش هعملها. انا بعتبرك جزء مني، انا بعتبرك كواحد بيسمعني، واحد بياخد بنصيحتي، انا بعتبرك نفسي. انا ما ينفعش ان انا
أتظاهر وأتجمهر وأعمل حاجات أنا عارف إنها في الوقت الحالي هتضيعني حرفيا. لازم تاخد بالك ولازم تكون حريص ولازم تركز تركز في دراستك. ما ينفعش أنت كطالب مثلا تضيع كل يوم دراستك وتضيع تفكيرك وتضيع كل حاجة في سبيل إنك بتفكر. حق محمود البنا مش هيرجع، لا، حق محمود البنا هيرجع عند ربنا سبحانه وتعالى. حق محمود البنا هيرجع إن هيفضل ذكره إن إحنا نعمل له حاجة صالحة تكون باقية ليه على مدى السنوات. صدقني بعد 20 يوم بس هيطلع ترند تاني. يعني أنت لو لاحظت من 10-15 يوم كانت ترند محمد علي، الناس كلها بتسمع في فيديوهات محمد علي محمد علي محمد علي، الناس كلها بتتكلم عن محمد علي. خلاص محمد علي اختفى بترند تاني محمود البنا. خلاص اعتقد في خلال 10 ايام كمان مش هيكون في حاجه اسمها محمود البنا. هنيجي بعد سنه نفتكر ان دي كانت ذكرى محمود البنا، هيصبح زي احد شهداء الاهلي وشهداء الزمالك اللي بنرفع لهم الاضاءه دقيقه 20 الدقيقه 70 وخلاص على كده، وده اصبح ذكرهم. لازم لو انت بتحب حد وعايزه فعلا يكون موجود وتكون روح فرحانه بالحاجه اللي انت بتعملها له وتاخد حاجه بناء على علم بناء على حاجه انت تعرفها. العمل انقطع عمله الا من ثلاث: عمل صالح باق لي. انت النهارده فاكره، انت النهارده هو في قلبك، انت النهارده متاثر بيه. طاقتك دي حولها لطاقه ايجابيه واعمل بيها حاجه تكون باقيه لمحمود البنا. واطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحق الحق. ما ينفعش بقى تقعد تقول ده انا هتظاهر ده انا هتجمهر، لان انت لو عملت ده كله في النهايه انت هتكون مش موجود، وهنكون فقدنا شخص عزيز علينا زي محمود البنا وزي غيره. حافظ على نفسك وخاف على نفسك واعمل اللي في امكانك، ودي دعوه مني ان احنا كلنا نعمل حاجه لمحمود البنا. ما ينفعش كلنا كل اللي نعمله ان احنا نشحن بعض بطاقه سلبيه، نملى بعض بالسخط والغل وكل حاجه سلبيه على النظام. ما ينفعش. النهارده احنا ما فيش فيدنا حاجه، بكره هتكون فيدنا كل حاجه. بكره هيكون مننا لينا حد موجود في الجيش، لينا حد موجود في الشرطه، لينا حد موجود في مصلحه حكوميه. من اكتر الحاجات اللي بتعجبني جدا الناس اللي شغاله جديد. كتير من الشباب اللي شغال جديد بحس ان الناس نقيه، ناس حاسه انها عايزه تدي ضميرها. كتير من الناس جدا تحاول ان تسال مثلا يقول لك ده فلان ده متعين جديد وممنوع ياخد مليم من حد. يعني في جيل طالع هيكون افضل بكتير. ليه الدنيا كلها تكون سلبيه؟ اكيد لما الجيل ده يكون في مركز السلطه هيكون افضل بكتير. حاول انك تشجع اي حد انت شايف ان هو نافع في مكانه، شايف ان هو بيأدي دوره على اكمل وجه، شايف ان هو بيقوم بوظيفته. دي وظيفتك في مكانك، اعمل اللي عليك، اجتهد، دور على شغل، اعمل عمل محمود البنا يقوم باقي ليه. ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحق الحق بكلماته، ولكن انك تشحن الناس كل يوم بكميه من الطاقه السلبيه اللي لا هتفيد ولا هتضر. كل اللي هتعمله ان هي تعكن الناس وتقفل عليها يومها، ده كل اللي هيحصل وده كل اللي هيكون موجود. شكرا لكم. ده فيديو بسيط مني عن الوضع الحالي، لان كلكم شايفين القضيه متجهه الغاية الإعدام نهائيا عن محمد راجح، وإن خلاص الموضوع هيتجه بقى 10-15 سنة، وهنشوف كمية من الناس المتعكنينة وكمية من الناس المقفولة، ويمكن يضيع فيها شباب كتير، ناس كتير تنزل تضيع. مش عايزين أي حد يضيع. حافظوا على نفسكم وخافوا على نفسكم عشان خاطري أنا، والله العظيم خايف عليكم، ما في ضميري أي حاجة. شكرا ليكم.